كريم اليزيد مستشار بجامعة حروضة، رئيس لجنة التعمير والبيئة ومرافق عمومية المكلف بالتواصل مع الإعلام. بالنسبة للدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم الاثنين الماضي بجامعة حروضة، تم عقدها طبقا للقانون بطبيعة الحال. ناقشت فيها بزاف ديال بعض الملفات المهمة جدا، منها الملف ديال تدبير مرفق عموم متعلق بتدبير قطاع النظافة، يعني تدبير نفايات منزلية مشابهة لها، وذلك في إطار تنفيذ جامعة حروضة لاختصاصاتها الذاتية طبقا للقانون المتعلق بتدبير المفوض للمرافق العمومية، وطبقا للقانون 28/2000 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. هذا ملف مهم، أنه جامعة حروضة مقبلة على يعني تنفيذ هذا الملف نظرا لأهميته البيئية والصحية والاجتماعية. وكذا كان واحد النقطة تتعلق ب اقتناء جامعة حروضة بعض الأوعية العقارية للرسوم العقارية تمت الإشارة إليها في الوثائق من أجل تنفيذ بعد وإنشاء مرافق عمومية. وكاين ملف ديال طلب كان توجد به المكتب المسير لجامعة حروضة تحت إشراف السيد الرئيس من أجل اقتناء أو تخصيص واحد جزء من الوعاء العقاري من الحزام الأخضر على 20 هكتار من أجل إنشاء مقبرة. هذه النقطة تأجلت بعد ما السيد الرئيس توفق في نزع واحد الوعاء العقاري مهم من أجل إنشاء مقبرة، يعني نزل بالثقل ديالو السياسي وقيمته الاعتبارية، واستطاع كما استطاع قبل أنه ينزل بنفس الثقل وبنفس القيمة الاعتبارية، واستطاع أنه يوفر المرابيد ولي فوغيير الجامعة في تحطوا المواد ديال والآلية ديال الجامعة، إلا أنه تم تأجيلها من أجل النظر في كيفية تخصيص هذا العقاري من أجل الملف ديال الإسكان اللي كان ملف مهم جدا. بالنسبة للملف هذا ديال الإسكان، فعرف بزاف ديال التداعيات وبزاف ديال الحيثيات وبزاف ديال التجاذبات ومحاولات من تغريد الساكنة المتضررة. ملف اللي هو متشعب ومركب ومتعدد المتدخلين، واللي جامعة حرودة كما قال الإخوان هي الحلقة الأضعف، في حين أنها كانت تكون الحلقة الأقوى، لأنه الناس اللي كانوا تعاقبوا على تدبير جامعة حرودة لمدة أكثر من 20 سنة تخلاو على المسؤولية ديالهم التمثيلية، كانوا مؤتمنين على تدبير الشأن المحلي ما قاموش بدورهم كما يجب، سواء عن قصد أو عن القصد، يعني كاين شقين، سواء أنهم ما كانوش كي يعرفوا غير ملمين بالتفاصيل والحيثيات ديال الملفات خصوصا ملفات ديال السكن، أو أنهم ما عارفينش أبجيات العمل الجماعي الحقيقي، أو كما قلت تخلوا عليها عن قصد لأسباب ما. وهذا ما أشار إليه السيد كاتب المجلس في الدورة ملي أشار أن الماتش تباع، ماشي الماتش تباع، إن كاين هناك سلعة وهناك واحد الثمن، ما أنك تخليتي راك بعتي بهذا المفهوم، هذا كتقول أنك تخليتي عن قيم الدور الحقيقي التمثيلي والانتدابي راك كتبيع بحال بعتي، هذا مجرد تخمينات ما كتهمو حد. ولكن الواقع يثبت أنه هاد 20 سنة وأكثر الناس كانوا مخدموش، تسببوا في اتقال جامعة حروضة بملفات تراكمات بين قوسين حتى خماجت، واليوم جينا كنوقفوا بغينا نخدموا حنا كمكتب مسير جديد تحت اشراف السيد الرئيس اللي هو كيتقاتل يوميا باجتماعات ماراثونيه حول ملف السكن، سواء على مستوى الرئاسه سواء على مستوى اللجان الدائمه خاصه لجنه التعمير والمرافق العموميه. ويمكن المواطنين اللي هما دابا هايجين يجيو يجلسوا معنا على طاولة الحوار ويسلكوا السبل القانونية والإدارية ويطلبوا بالمحاضر وغيشوفوا شنو دار، رغم أننا واقفين على أرضية بغينا نبنيو ولقينا أرضية هشة غير صالحة للبناء. حنا دابا كنديروا لي فونداسيون ووقفنا على رجلينا
من اجل الدفاع عن المصالح الساكنه، خصوصا فيما يتعلق بالسكن، سواء بالناس ديال حروضات، ولاد مالك، دوار لوي، بوزيك، اللي اكتشفنا جينا حنا بما نخدمو، اكتشفنا انه الاطار السياسي عدد ايوافع يحرم ذلك التكلفة شركتي ازنتها، شارت لها الدواوير في الصفحه 45، وهذه وثيقه من الوثائق اللي كنا نعزو بها الملف الترافعي في هذا الملف. هذا كاين الملف ديال السكن غير اللائق في المركز، كاين الملف ديال الناس ديال الحربيلي والعين والمرجا وبوسروج، اللي هو ملف شائك، ملف السيد رئيس المكتب الموسي كما قلنا كيتقاتلوا عليه يوميا، يمكن لكم تطالعوا على المحاضر كما قلنا وغتخفوا على هذا الشيء. هذا الملف هذا كما درنا في الدور الاخر خرجنا توصيه انه نرفعوا ملتمسات السيد رئيس الحكومه بصفته رئيس الحكومه وبصفته رئيس المكتب المديري ديال لا سي دي جي، غنرفعوا ملتمس لا سي دي جي اللي الان جات الملك لنصرو عين السيد خالد السفير المدير جامعة المحلية اللي كان والي الدار البيضاء فاش تخذ القرار ديال الترحيل ديال الدواوير، يعني فهم الملف جميع المتدخلين غنرسلو وغنطالبو ان الناس كلهم بما فيه المؤسسات المعنية بالعقار انهم يدخلوا يلقاو الحل لهاد الدواوير هذه، وقدمنا حلول ومقترحات قابلة للتنفيذ. كاين الوعية العقارية ديال الاحتياط الاستراتيجي، كاين بزاف ديال الحلول، منها الحزام الاخضر اللي كنا بغينا جبنا المقبره على قبل الميل ديال السكن، الى غير ذلك من الحلول القابله للتنفيذ بطبيعه الحال واقعيه مضمونه. هاد الدواوير هادو عندهم شرعيه تاريخيه وشرعيه مجاليه لانهم قدام في المنطقه ومرتبطين بالمجال، سواء بالمعيشه، مرتبطين بالبحر، مرتبطين بالحي الصناعي الى غير ذلك. حنا غنسالو الناس هادو اللي جاو اليوم بغا ياثروا الساكنه ويوجهوهم نحو القنوات التي لن تفضي الى شيء، لان القنوات باغي نغلطوا الساكنه وما يخليوش الساكنه تمشي مع المكتب الموسي اللي غادي في الطريق الصحيح من اجل عرقله ليس الا. وهما كيثبت انه غير ملمين بملفات اصلا، ما داروا والو في السنوات السابقه اللي هي اكثر من 20 سنه. فين وصلت اتفاقيه ازدهار اللي كانت خاصة بدوار حربية والعين والمرجة اللي تنسفات؟ كيف أقبرت وبأي ذنب نسفت؟ وهاد الناس هادو هما اللي كانوا جماعة الحرودة. كيفاش باش مشات هاد الأراضي اللي فيها الدوار هادو زعما الملكية؟ فين وصلت هاد التوصيات ديال اللجنة الموضوعاتية اللي كانت مكلفة غير كانت نشأت في ماي 2017، وواحد من هاد الناس كي يذوب دابا بلي الناس ضايعين كان هو الرئيس ديالها، في وسط التوصيل ديال اللجنة الموضوعاتية اللي كانت مكلفة بالبحث في تحديد الوعي العقاري الحقيقي ديال الاحتياط الاستراتيجي اللي كان موضوع بروتوكول الموقع أمام أنظار جلالة الملك. مكتب الموسي الحالي تحت رئاسة السيد محمد الضاوي كيخدم وكيحطو توصيات ومقترحات قوية جدا، من بينها احترام الروح وفلسفة بروتوكول الإطار توقع عند درجة الملك نصرو نهار 11/2006، احترام المقتضيات والتوجيهات والتعليمات السامية جات في الخطاب الملكي نهار 14 أكتوبر 2016 في افتتاح البرلمان اللي كان خطاب قوي شار فيه لهاد الانواع ديال المؤتمنين عند الشأن المحلي وكتخلعوا المسؤولية ديالهم، وشار فيه كذلك تجويد الخدمات الإدارية في المؤسسات العمومية، وصار فيه الموضوع ديال الجامعة الملكية. ساندوا أيضا على المراسلة ديال جلالة الملك موجهة إلى المشاركين في الملتقى الوطني لانطلاق إعداد مدونة التعمير 25 مارس 2013، وكاين مراسلة ديال جلالة الملك موجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للسياسات العقارية نهار 8/12/2015. كاين بزاف ديال المسائل اللي استدنا عليها، لهذا فإنني كندعو الناس ديال حربي والعام المرجع اللي هما بطبيعة الحال ناس أذكياء وعارفين المصلحة ديالهم، وكنقول لهم جلسوا مع طاولة الحوار وما ينساقوش وراء الشعارات الغوغائية والتي لا أساس لها من الصحة،
وما جرى في الدورة كنا أن الناس متشنجين. حنا كنتعرفوا حتى في الشرعية ديال داكشي اللي قالوا عنده الشرعية، لأنهم كيتعرفوا في شرعية الدورة كيقول لك راها غير قانونية. وقراوا القانون المادة 36 من قانون تنظيم 17 قراءة خاطئة، لأن الأمر كيتعلق بجلسة ماشي دورة. كيما وقع ليهم نفس الخطأ اللي داروه في الدورة ديال الابتدائي ديال أكتوبر. لهذا ديما كيبينوا انهم غير ملمين بجهه العمل الجماعي مع الاسف الشديد، وغرقوا عين حروده ومازالوا مستمرين في نفس النهج مع الاسف الشديد. ولكن احنا عندنا الثقه في الذكاء ديال النادي الحربي لعيون المرجى، وغادي يجي يجلسوا مع مكتب مسؤولين جامعه حروده ويطالبوا طبقا للسبل الاداريه والقانونيه في اطار حق الحصول على المعلومه وفي اطار قانون 13 باش يحصلوا على جميع المقررات والمحاضر ديال الدوره ويشوفوا الحقيقه المشهودات الجباره اللي قام بها المكتب المسيري تحت اشراف السيد الرئيس. وحتى الدوره كان ما هو مسيطر على الطرف الاخر بين قوسين سميو معارضه، وخا ما كاينش معارضه اللي هي اصبحت مدثره كنوجهوهم الفاس 10 بالدستور باش يعرفوا شنو كاين. وحنا مستعدين حتى نديروا حتى حلقه تكوينيه في الجامعه نوريهم شنو ابجيه العمل الجماعي ونوريهم كيفاش يقراوا المواد ديال القانون التنظيم 13 17. هذا ما كيطيحوا في الخطا، كيناقشوا الشكل وكيخليو الموضوع. الحمد لله ما كانفيش معاهم في السياق، كنبقاو في هذا. كانوا انزلاقات كتجنجات بسبب تداعيات النتائج ديال الانتخابات، لانه انتخابات تقردع من تقردع وخرج من خرج، لانه عبرت على الاراده الحقيقيه ديال الساكنين ديال جماعه حروده. باقى ديك الضغط النفسي ديال النتائج ماشي مشكل، حنا عارفين تبطرق باش كيهضروا هذا. مجرد تدخلات انشائيه ليس الا، ما كتجيب حتى شي حاجه موضوعيه واقعيه. والخطير كاع راه واحد من واحد مستشار جماعي قال لك راه الحزب ديالنا في 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 سميتو ديالو في التوجهات ديالو راه في اعاده تربيه. اعاده تربيه ما عرفناش اعاده تربيه، يمكن تقراها بجميع التوجهات، واش بالعصا واش المهم اعاده التربيه ماشي في التوجه البيداغوجي. هذا هو. وكندعوهم الله يهديهم، كنا دعيناهم انهم يجيو يصطفوا ويحطوا يجلسوا مع طاولة الحوار من اجل المنطقه، خدمه الساكنين ديال حروده، خدمه المنطقه. يعني حروده ما بقاش قد على مثل هذه التصرفات الصبيانيه وهذه السلوكيات الغير مقبوله اطلاقا. وكنوجههم الخطاب جلاله الملك ديال عاوتاني ديال 14 اكتوبر 2016 اللي شارك فيه هاد الناس المؤتمنين على تدبير الشان المحلي وتخليهم على الادوار ديالهم. شكرا جزيلا.